لكن خلينا نروح نشوف سيد معوض قال ايه على تريزيجيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. نشوف سيد معوض. مساء الخير. اول حاجه طبعا بسلم على الاسلام وبقول له مبروك البرنامج والتوفيق دايما ان شاء الله. وتاني حاجه يعني اما طلبوا مني ان انا اعمل فيديو لتريزيجيه يعني قلت لهم انا من الناس اللي بتشرف ان انا اتعاملت مع تريزيجيه من اول يوم جوه النادي وهو لعيب صغير لسه اول تمرينه مع الفريق الاول، واحد من الناس القريبين بالنسبه لي، اخويا الصغير. يمكن تريزيجيه من بدايته في النادي لحد دلوقتي هو نفس الشخص، ما اتغيرش، بني ادم نظيف من جوه، قلب ابيض، بيعرف يتعامل مع الناس، بيحترم الناس الكبيره وبيعرف يتعامل مع كل اللي حواليه. تريزيجيه قريب جدا بالنسبه لي، عايز اقول له ان احنا منتظرينك يعني بفارغ الصبر، ان شاء الله يرجع بالف سلامه ويرجع يكمل معانا مشوارات بالتصفيات ويلحق ماتشات ان شاء الله ويلحق كاس الامم. اتمنى ان شاء الله ان هو يرجع افضل من الاول كمان، وهي اصابه عدت على معظم من اللعيبه ورجعوا احسن كمان، فاتمنى له التوفيق. وطبعا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. سيد برضو من الكابتن سيد طبعا المدرب العام او مدرب منتخبنا الوطني، والحقيقه سيد من الناس المحترمه جدا والجدعه جدا يعني. لا كابتن سيد ليه معزه خاصه عندي بجد. والله راجل من ساعه ما طلعت فريق اول كابتن سيد مش قريب من ناس كتير يعني، هو في الملعب هو ليه ليه كده، انت كابتن سيد انت معاشره، كابتن اسلام انت معاشره وكده، فهو طبعا بياخد واخد جنب شويه، بس هو كان معايا انا كان كويس جدا كويس جدا جدا جدا، وكان احسن معامله، كان دايما بيحفزني وحتى لحد دلوقتي يعني. هو برده كابتن سيد كابتني وانا بلعب وكابتني وانا في المنتخب، ودايما في المنتخب يعني على طول عايز يعمل حاجه للبلد يعني. عمل وهو بيلعب، عمل انجاز كبير طبعا من جيل العظيم، ودلوقتي يعني بيحاول يبقى هو وكابتن حسام وكابتن احمد ايوب والجهاز الفني كله وكابتن طارق مصطفى وكابتن انيس، في اساس حد طبعا الجهاز طبعًا الفني كله عشان ما حدش يزعل وكده. فلا عايز يعمل حاجه لبلده، من اللي هو حتى هو صغير وهو بيلعب كان جعان عايز يعمل حاجه لبلده ولناديه، وهو دلوقتي مدرب عايز يعمل حاجه لبلده برضه.